المجلس العسكري ايام هو اللي كان ماسك، ما كانش فيه شرطه. التهم المجلس العسكري المشير ومشير طنطاوي وسامع امام. طب رايك في المجلس العسكري الموجود دلوقتي، وهل ممكن يجيب حق الشهيد علاء؟ والله احنا شايف فيه يعني القضايا كلها يعني تؤجل وما بدون اي وجه حق، انا شايف كده يعني مفيش حاجه هتيجي. التقريرات اصلا مش عايز يجيبولها لجنه تكسر الحقائق، واحنا كل يوم كل شهرين بتيجي القضيه وبيأجلوها كالعاده. الخطوات اللي بعد كده لو ما صدرش حكم في صالحكم، والله بقى يعني دي عند ربنا، ينتقم منه ربنا اللي عمل في ولادنا كده، ويشوف يا رب على نور عينه في اعز ما اغلى عنده. واحنا بنحتسبه شهيد عند ربنا والحمد لله.